تكامل مجتمعي من فلاحين، موالين، مهندسين، بياطرة. ديري وهنغي الزين كل بنيرة وجهه. السلام عليكم قوائم الحرة الفلاحين من مدينة معسكر فلاح 22 ولاية سيدي بلعباس. إن مبادرة تكتل القوائم المستقلة لفواعل الفلاحة والريف نابع عن وعي سياسي لمختلف فئات المجتمع المدني الواثقة في التوجه لجزائر جديدة مبنية على أسس سليمة ومتينة من الحقوق والحريات في ظل العدالة الاجتماعية والمساواة بمفهوم المواطنة الحق. هدف هذا التكتل هو أننا نكون كلمة واحدة ويد واحدة باه ننميو ونوصلوا كلمة القطاع الفلاحي بصفة خاصة وكل القطاعات اللي عندها صلة بالفلاحة والقطاع الفلاحي وما حتى والصناعة صناعات التحويلية كل الفاعلين في القطاع الفلاحي. نريد أن نرفع صوت الفلاح، نريد أن نساعده في الاقتصاد الجديد في التطورات، نريد أن نمارس الزراعة في الجزائر خصوصا في ولاية ميلا بالطرق الحديثة.